Hello, Bribsri. هنبتدي مع بعض النهاردة Unit 16 Animal Stories. هنكتب مع بعض Lesson 1 و 2. أول حاجة هنبدأ فيها Revision. Rule number 1. If Tanya had more free time, she still read more books in English. يعني لو رانيا عندها وقت فراغ، كان عندها وقت فراغ كتير، كانت إيه تقرأ كتب أكتر باللغة الإنجليزية. Would have, would, will, can. انا لازم عشان احل اي جمله فيها if لازم احدد انهي حاله الاف. هبص على الجمله الكامله اللي عندي. انا عندي had في زمن الماضي، مفيش فيرب تاني، يبقى ده ماضي بسيط. طالما ده ماضي بسيط يبقى دي الحاله الثانيه لقاعده if. الحاله الثانيه بيجي بعد if ماضي past simple، ماضي بسيط، يبقى الجمله الثانيه هتيجي هتبقى السبجكت وراها would وراها الفيرب infinitive، يبقى الاجابه عندي كلمه would. تمام. نمبر 2 if we own space each other the world be would be a better place to live in. هنا برضو نفس الفكره if الحاله الثانيه، واتفقنا مع بعض ان if في الجمله الاولى هيجي لي وراها الباست بعد السبجكت الباست سمبل، يبقى انا هستخدم كلمه ايه؟ لا. نمبر 3 we space go to England if we had friends or family there. احنا نذهب انجلترا لو احنا عندنا اصدقاء او اسره هناك. where will want would. انا عندي ايه هنا في النص، تعالى بص وراها. عندي هاد باست سمبل ماضي بسيط، يبقى دي الحاله الثانيه. طالما الحاله الثانيه يبقى هختار في الجمله اللي قبلها سبجكت وبعد كلمه would. تمام. نمبر 4 what space if you won a prize. نفس الفكره هنا، قاعده if الحاله الثانيه بس جايه لي في شكل ايه؟ في شكل سؤال، وجايب لي if نص الكلام وراها باست سمبل، يبقى المفروض اني قبلها هجيب المودل فيرب وراه الايه السبجكت وراه بعد كده الفيرب انفينيتيف. طيب مين المفروض هنا اختار؟ ماي تو سي. نمبر 5 if his face is stronger he would be able to carry the heavy book. لو هو ايه اقوى هو كان هيقدر ان هو يحمل هذا الصندوق الثقيل. انا عندي ايه هنا على الجمله الثانيه، انا عندي would فيرب انفينيتيف، يبقى دي الحاله الثانيه لقاعده ايه، يبقى هختار مين؟ هختار وير. If he were strong. هنشوف مع بعض الفوكابلري. عندي أول كلمة كلمة moral. moral يعني درس أخلاقي. golden معناها ذهبي. greedy. greedy يعني طماع. goose معناها وزة. geese اللي هي الوز الجمع. plural noun. عندي enough معناها كافي. gold معناها ذهب. confident يعني مقتنع او راضي. wise معناها حكيم. grasshopper اللي هو الجراد. expressions تعبيرات. عندنا اول حاجه give advice معناها يقدم نصيحه. do work يعني يعمل او يمارس عمل. get dressed معناها يرتدي. هنشوف مع بعض مجموعه من البريبوزيشنز. عندي اول حاجه prepare for. prepare verb بمعنى يحضر او يجهز. prepare for حرف الجر، for معناها لي، يبقى يجهز لي او يحضر لي. think about معناها يفكر فيه او يفكر عن. collect يعني يجمع، وقلنا قبل كده ان for معناها لي، يبقى collect for يجمع لي. find out معناها يكتشف. made of gold معناها مصنوع من الذهب. a story with a moral معناها قصة بدرس أخلاقي، ليها حكمة يعني أو ليها مغزى. verb pick بمعنى يلتقط. pick up بمعنى يلتقط شيء من الأرض أو يرفع حاجة. choose number one if you have space water you are not thirsty. لو انت مية او لديك مية ايه انت مش هتبقى عطشان. black, white, enough, no. لا، تبقى الاجابة enough. لو انا عندي مية كافية انا مش هبقى عطشان. number two we were happy when our team won the space cup. احنا هنكون او احنا كنا سعداء لما فريقنا فاز بالكأس الايه الذهبي. يبقى المفروض اختار كلمة golden. number three because he had a lot of money he looked very space. لأن هو عنده فلوس، كان عنده فلوس كتير، هو
يبدو confident راضي أو مقتنع. Number four, rappers are very space people. They always want to steal more money. يعني ال rappers اللي هم السارقين دايما بيبقوا ناس ايه؟ ناس طماعة. هم دايما بيحبوا يسرقوا الفلوس. Number five, space is a message that gives advice. رسالة بتدينا أو بتقدم لنا النصيحة. هتبقى moral. Moral يعني ايه؟ درس أخلاقي أو منزه. Examples. Number one. I found my pen I had lost in it in the classroom. معنى الجملة بتاعتي بيقول لي أنا وجدت القلم اللي أنا فقدته في الفصل. أنا عندي هنا الجملة الأولى I found my pen أنا وجدت القلم. أنتوا شايفين هنا I subject found هنا الverb past simple ماضي بسيط. بس الverb بتاعي ده هنا irregular لأن هو verb غير منتظم فعل غير منتظم. هو أصله find أنا خليته found. طب الجملة الثانية وده شكل مختلف علينا had lost. had lost هنا الجملة بتاعتي بتتكون من subject had وهنا past participle التصريف الثالث. معنى الجملة بتاعتي هنا past perfect ماضي تام. طيب انا بجيب لك الجملتين مع بعض past simple past perfect يبقى انا عايزين نعرف الفرق. الفرق ان دايما دايما ان past perfect ده او الجملة بيبقى فيها past simple past perfect الحدث الاول او الحدث الاقدم انا بعبر عنه بالباست بيرفكت بالماضي التام. والحدث الثاني او الجديد او الاجدد بعبر عنه بالباست سمبل بالماضي البسيط. هو ايه اللي حصل الاول؟ ان انا ضيعت القلم ولا ان انا لقيته؟ ان انا فقدته ان انا ضيعته. عشان كده خليت هنا هاد لوست اللي هو ايه باست بيرفكت الماضي التام. ولما لقيته يبقى ده الحدث الثاني يبقى انا هنا حطيت ايه فاوند ده الماضي باست سمبل. طيب نشوف مع بعض اكزامبل نمبر 2 بيقول لي وي كودنت جو تو ذا كونسرت because we hadn't booked tickets. هنا بيقول لي ايه احنا ما قدرناش نروح الحفله الموسيقيه لان احنا ما حجزناش ايه تذاكر. برضو نفس الفكره هنا انا عندي حدثين الحدثين دول ما تموش في نفس الوقت. الاثنين تموا في الماضي لكن في واحد سبق الثاني. في واحد بقول عليه قديم قوي وفي حدث وراه تم. القديم قوي ده اللي انا بحطه في الايه في الباست بيرفكت اللي هو قال لي we hadn't booked tickets. جاب لي السبجكت وي وراها هيلبنج فيرب هاد وجابهولي هنا نيجاتيف يعني منفي وراها الباست ايه بارتيسيبل. الجمله الاولانيه وي كودنت جو تو ذا كونسرت احنا ما قدرناش ان احنا نروح الايه الحفله. ليه؟ لاننا ما حجزناش ايه تذاكر. يبقى انا عندي هنا النفي بتاعي ان انا بحط ايه مع هاد ايه نوت فهدن. طيب نمبر 3 هنا السؤال بيقول لي had علي done his homework by 2 o'clock. هل علي عمل الواجب بتاعه قبل الساعة 2؟ أنا عندي هنا السؤال بالhelping verb. هيبقى الhelping verb في الباست بيرفكت اللي هو had بعد كده subject اللي هو علي بعد كده past participle اللي هو done. وعندنا كلمة by دي هناخدوها بعد كده من الكلمات اللي بتدل على زمن الباست بيرفكت أو يعتبر روبوت. تمام؟ yesterday يعني قبل الساعة 2 امبارح. Number 4 بيقول لي what had they done after having lunch. نفس الفكرة هنا وموضح لي السؤال بس ده طبعا WH question اللي هو السؤال بأداة استفهام. نفس الفكرة السؤال اللي قبله had اعتبرها helping verb وراها subject they وراها past participle اللي هو ايه كلمة done. وسألني السؤال بأداة الاستفهام what. هنا بيقول لي by 10 o'clock قبل الساعة 10 yesterday امبارح I had cleaned my room. أنا نظفت غرفتي. أكبر من الكلمات اللي بتدل على زمن الباست بيرفكت الماضي التام. يبقى أنا هنا دايما بلاقي الجملة اللي بعدها had الباست بارتيسيبل had والتصريف التالت. Number 6 هنا بيقول لي before عمر went to bed قبل ما عمر يروح ينام he had watched a film. هو اتفرج على فيلم. زي ما اتفقنا مع بعض ان الحدثين تموا في الماضي لكن في حدث تم قبل الثاني. الحدث اللي تم قبل الثاني ده دايما بحطه في الباست بيرفكت اللي هي الجمله بتاعت هي هاد واتشد ايه فيلم. طيب الحدث اللي تم بعدين هو دخل ينام لذلك جبته في الباست ايه سمبل. قلت عمر وينت تو بيت. طيب انا عايز اربط بين الجملتين برابط. الرابط اللي عندي في الجمله هنا اللي هي كلمه ايه بيفور. طيب من استنتاجنا للمثال كده لاحظنا ان بيفور بيجي وراها جمله الباست سمبل وبعد كده يبقى لي جمله الايه الباست بيرفكت.
معناها قبل عمر ما يروح ينام هو اتفرج على ايه؟ على فيلم. Number 7, I went to home after I had done the shopping. انا ذهبت للمنزل بعد ما عملت الايه التسوق بتاعي. انا عندي هنا رابط تاني زي بيفور بس انا عندي افتر، بس طبعا بيفور وافتر مختلفين. افتر معناها بعد. طب تعالى نشوف افتر جاي وراها ايه. جاي وراها هاز باست بارتيسيبل، يبقى ده باست بيرفكت ماضي تام. والجمله اللي قبلها وينت ده يعتبر باست سمبل ماضي بسيط. يبقى انا عندي بيفور وافتر روابط بتربط ما بين باست سمبل وباست بيرفكت. طب افتر ما ينفعش تيجي في الاول؟ لا ينفع تيجي في الاول، بس ايه اللي هيجي وقتها بعدها؟ هيجي برضو بعدها باست بيرفكت الماضي تام، والجمله الثانيه هتكون باست سمبل ماضي بسيط. Number 8 بيقول لي هدى didn't sleep. هدى ما نامتش until she had cleaned the house، لغاية ما ايه؟ ما نظفت الايه؟ البيت. ملاحظين هنا ان عندي رابط جديد اللي هو until، معناه حتى، بيجيلي وراه جملة الباست سيمبل وبعديه جملة الباست ايه؟ perfect. طيب ملاحظين مع بعض ان جملة الباست سيمبل اللي جات لي قبلها فيها ايه؟ قالت نيجاتيف. جميل. يعني ايه؟ يعني النفي. يعني القاعدة بتقول لي هنا ان لازم اجيب قبلها جملة الباست سيمبل، بس شرط تكون جملة مالها منفية. طب احنا اتفقنا مع بعض النيجاتيف في الباست سيمبل بكلمة ايه؟ didn't. وبعد كده بجيب الفيرب انفينيتيف. طيب هو هنا بيقول لي هدى didn't sleep until she had cleaned the ايه؟ the house. Number 9, I called the police because I had seen an accident. انا كلمت او اتصلت بالشرطة لان انا شفت حادثة. جميل. انا عندي بيكوز معناها ايه؟ بيكوز لسبب او لان. يبقى بيجي بعدها السبب وقبلها النتيجة. السبب ده بيكون الأول ولا النتيجة اللي بيكون الأول؟ لا طبعا السبب الأول. السبب اللي بيكون الأول، علشان كده دايما أنا بخليه بعد بيفوز باست بيرفكت ماضي تام. عشان كده أنا لقيت هات سين، والجملة اللي قبلها تبقى باست سمبل اللي هي كولد زي ما احنا شايفين في المثال اللي قدامنا. يبقى احنا النهاردة يا سنة ثالثة اتكلمنا عن الباست بيرفكت تنس اللي هو زمن الايه؟ الماضي التام، بنستخدمه لما يكون بنعبر عن حدث تم في الماضي قبل حدث تاني ايه؟ برضو في زمن الماضي. إيه تكوين الجملة عندنا كانت بتبدأ بالايه؟ subject plus had plus past participle. طيب في حالة النيجاتيف او في حالة النفي المفروض ان انا بحط not. not بتبقى موجودة مع مين؟ بعد had. يبقى الجملة هتبدأ بال subject hadn't زائد past participle. طيب بشكل السؤال عندي سؤالين. اول حاجه اللي هو yes or no question بيبدا الجمله دي او السؤال بالhelping verb had وراه السبجكت وراه طبعا الباست بارتيسيبل وما ننساش طبعا question mark. تاني نوع من الاسئله اللي هو ال wh question اللي هو السؤال باداه استفهام، بنبدا بالquestion word وراها الhelping verb اللي هو had وبعد كده السبجكت بعد كده الباست بارتيسيبل. خدنا مجموعه من الروابط، بدأنا مثلا ب بي 4 اللي هي معناها قبل، وعندي كمان باي ذا تايم معناها ايه؟ قبل. تمام. بيجي لي وراها باست سامبل الجمله الاولى، وبعد كده الجمله الثانيه بفصل بينها وبين الجمله اللي قبلها بكما، بيجي لي الجمله الثانيه باست ايه؟ بيرفكت. عندنا افتر واس اون از. افتر معناها بعد، اس اون از معناها بمجرد ان. بيجي بعدها باست بيرفكت ماضي تام، والجمله الثانيه باست سامبل ماضي بسيط. وافتر او اس اون از لو جولي في النص هيجي قبلهم باست سمبل وبعدهم باست بيرفكت. طيب اتكلمنا كمان عن انتل او تيل، قلنا معناها حتى. قاعده بتقول لي ان بيجي قبلها جمله الباست سمبل بس شرط تكون نيجاتيف يعني منفيه، وبعد كده الجمله اللي وراها بتبقى ايه؟ باست بيرفكت. عندنا بيفوز، قلنا بيفوز معناها بسبب او لان، وقلنا الحدث السبب بيحصل قبل النتيجه، عشان كده هيجي بعدها باست بيرفكت ماضي تام، وهيجي قبلها باست سمبل ماضي بسيط. Rewrite number 1. After he had met his friends he went to home. عايز استخدم before وكاتبها لي بايه؟ بكابيتال ليتر، حرف كابيتال. يبقى انا لازم احط before فين؟ في الاول. احنا قلنا before بيجي بعدها ايه؟ بيجي بعدها جمله الباست سمبل وبعد كده جمله الباست بيرفكت. تمام. يبقى هنقول before he went home، هفصل بينها وبين الجمله اللي وراها بكما، وهقول he had met his friends. تمام. Number 2. First I watched TV then I went to bed. اولا انا شاهدت التلفزيون ثم انا ذهبت للسرير. هو حاطط لي هنا first وعايز استخدم after. هو حاطط first عرفني مين اللي حصل اول مين اللي حصل
واحنا قلنا الحدث الاقدم او الحدث الاول هو ده في الماضيتين، يبقى واتشيت دي هيبقى اسمها هاد واتشيت. هاد واتشيت وانت هتبقى زي ما هي. هنحط اكتر في بدايه الجمله. تمام، هنقول ايه بقى؟ هقول افتر اي هاد واتشيت تي في اي وينت تو. نمبر 4 بيقول لي هي هاد ووكن اب ليت سو هي ميست ذا باس. هو استيقظ متاخر لذلك هو ايه فات في الوقت. انا عندي حدثين، واحد تم قبل الثاني طبعا، الحدثين اللي تم الاول اللي هو ايه هاد ووكن اللي هو استيقظ متاخر. يبقى انا هنا عايز اربط بيفوز مع بعض، بيفوز بتربط بين السبب والايه النتيجه. طيب مين اقدم حدث؟ يبقى ان هو صحى متاخر. تمام، يبقى هقول هي ميست ذا باس، هو فات الاوتوبيس ليه؟ هيجي لي وراها السبب because he had woken up late. Number 5 my father traveled to Sohag. بابا سافر لسوهاج. He put a ticket first. هو اشترى التذكرة أولا. As soon as. طبعا أنا عندي جملتين في الوسط لازم أحط الأول عشان تبقى الجملة بتاعتي post perfect. هو سافر ولا حجز التذكرة؟ طبعا حجز التذكرة. وهو حاطط لي كمان first. يبقى بوت دي هيبقى اسمها هاد بوت. عايز as soon as هنربط بيها في الأول، يبقى هيجي وراها ايه؟ as soon as my father had put a ticket. انا عندي الجملة التانية هي اللي اخدتها الأول، بس هشيل الضمير واحط بدلها الايه؟ الناون اللي هو my father. بعد كده هقول he traveled to Sohag. مع بعض كده اسال يوسف، هناخد سؤالين نحلهم. جايب لي ري رايت نمبر 1 هي وينت تو بيد افتر كليننج هيز روم. عايزني استخدم كلمه بيفور. نمبر 2 زي didn't meet until they had told their parents. عايزني استخدم افتر. جود لك اند جود بوي.